لم أتصور أن ألتقي بمن يقدم أي موعد عن موعدي. الصلاة عندنا يا ملك الروم كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله أكبر في الأذان عندنا يذكرك بأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. لا عليك يا قاضي المسلمين، فلا أريد تعطيل الحديث أكثر من ذلك. لدى هذا القس سؤال نريد منك الجواب، تفضل اطرح مسألتك أيها القس. أخبرني يا أيها القاضي، ما فعلت زوجة نبيكم وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ عندما عجز المنافقون عن النيل من محمد عليه الصلاة والسلام أرادوا طعنه في ظهره، فتكلموا بحق زوجته ما تكلموا، وخاض معهم من خاض دون علم، وقد برأها ربنا من فوق سبع سماوات وبين لهم عظيم قولهم، وفضح المنافقين وأخزاهم. نعم، من يصدق بكتابكم القرآن سيصدق هذه الرواية، ولكننا نريد برهانا ماديا بعيدا عن القرآن، فلو كنا مؤمنين به ما دارت بيننا هذه المناظرات من البداية. يا هذا، ألا تعلم أنني قبل أن أكون عالما من علماء المسلمين فأنا أيضا قاض، فتعال أعلمك قاعدة ذهبية لعلها تنفعك يوما ما. تقول القاعدة: إن البينة على من ادعى، أي أنت المطالب بالدليل لا أنا. أما الدليل فليس عندي، فهذا أمر حدث على أرضكم، وإنما أنقل لك كلاما ردده بعضكم. دعني أقرب لك الأمر. ألم يقل اليهود في مريم ما قالوا فيها بعدما أتت بعيسى تحمله؟ ألم يقل بعضهم: لقد جئت شيئا فريا؟ ألا تعلم أن بعضهم ما زال يردد هذا البهتان العظيم؟ بلى، ما زالوا يرددونه إلى اليوم. حسنا، فهما امرأتان في التاريخ، امرأة لم تتزوج وهي مريم ومع ذلك أنجبت ولدا، وامرأة تزوجت وهي عائشة ومع ذلك لم تنجب ولدا. فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة فهو إلى الأولى أسرع، وهما بحمد الله منزهتان مبرأتان من السماء، ولكنكم أنتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب، ونحن برأنا التي لم تتزوج وأنجبت ولدا. أيها القس، هل لديك رد على هذا الجواب؟ الحقيقة أن وقت المناظرة قد انتهى، وغدا مناظرة أخرى. واستمرت المفاوضات بين القاضي أبي بكر الباقلاني وبين ملك الروم بخصوص المعاهدة بين المسلمين وبين الروم عدة أيام تخللتها بعض المناظرات، وكانت مناظرة اليوم هي انتقال من الدفاع ودرء الشبهات إلى الهجوم المباغت الذي لم يتوقعه الخصم. بيني وبينك يا قاضي المسلمين، كلامك في المناظرات السابقة دخل في قلبي ولا أجد له جوابا، ولا أستطيع تكذيبك، ولكن ما زال في صدري شيء من الإسلام لا أفهمه. وما هو يا وزير المملكة؟ أفصح. أنتم المسلمون عندكم عنصرية. نعم عندكم عنصرية، تبيحون لأنفسكم زواج اليهودية أو النصرانية، ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم. نحن نتزوج اليهودية لأننا آمنا بموسى، ونتزوج النصرانية لأننا آمنا بعيسى، وأنتم متى ما آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. يا إلهي، ألديك جواب لكل شيء؟ اليوم أنا أسألكم يا وزير المملكة، وأنتم عليكم الجواب. حسبما فهمت يا ملك الروم، فأنتم تقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت، فكيف ذلك؟ هل من الممكن أن تفسر لنا؟ الأمر بسيط. اللاهوت أي أن الإله عندنا له صورته الإلهية المتمثلة في الأب، أما الناسوت فهو الصورة البشرية المتمثلة في المسيح الإبن. ولكن لماذا؟ ما الدافع لأن ينقسم الإله إلى صورتين أو ثلاثة بإضافة روح القدس حسب زعمكم؟ لقد كانت الغاية من نزول الإله في صورته البشرية ثم صلبه هي أن يخلص الناس من ذنوبهم، وهو ما يعرف عندنا بعقيدة الخلاص. حسنا،
فسؤالي هو: هل كان المسيح يعلم أنه سيصلب كما تقولون إنه صلب وفعل به ما فعل، أم لم يكن يعلم؟ ربما علم أنه سيصلب وربما لم يعلم. لا 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 أدري ما المغزى من سؤالك. لأنه إن لم يدري ما أراد اليهود به وما خططوا لأجله، لبطل أن يكون إلها ولا حتى ابن إله، فمقام الألوهية يقتضي علمه للغيب. أما إن كان يعلم مسبقا ودخل في هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء، فكيف يكون إلها كما تزعمون ويعذب ويصلب؟ لا إله إلا الله. ماذا تقول يا وزير المملكة؟ لا شيء لا شيء لا شيء، فقط أتعجب من حجة هذا المسلم، لقد فتننا في ديننا. علمنا أن القاضي أبا بكر الباقلاني كان قد ذهب إلى بلاد الروم رسولا لبلاده في قضية تتصل بالسياسة الخارجية للدولة، فانتهز ملك الروم هذه الفرصة، ودارت بينه وبين الإمام الباقلاني عدة مناظرات، قال عنها بعض المؤرخين إن الله أظهر فيها دينه على الدين كله. إلا أن أشهر تلك الوقائع وآخرها كانت عندما أراد الملك تكريم الباقلاني قبل رحيله من أرض الروم، فدعاه إلى يوم هو من محافل النصرانية، وبولغ يومها في مظاهر الاحتفال. مرحبا بالإمام الكبير قاضي المسلمين. ها أنا جئت ملبيا دعوتك يا ملك الروم في يوم عيدكم. اليوم أعرفك بضيف فريد من نوعه، عظيم الشأن، كبير المقام. أدخلوا علينا البطرك. يا فقيه، هذا هو البطرك الأكبر، قيم الديانة وولي النحلة. مرحبا بالبطرك الأكبر، كيف حالك وكيف حال الأهل والولد؟ ماذا تقول يا هذا؟ أسألك يا نيافة البطرك، كيف حالك وكيف حال الأهل وكيف حال الولد؟ لابد أنك جننت إذن. وما أنكرتم من كلامي يا هذا؟ ألا تعلم أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ يا هؤلاء، تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتربؤون به عن ذلك، ولا تستعظمونه لربكم عز وجهه فتضيفون ذلك إليه، سوءة لهذا الرأي. ما أبين غلطه؟ ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ أقضي حاجته وتلاطف صاحبه ملك المسلمين، وتبعث بالهدايا إليه، وتخرج هذا العراقي من بلدك اليوم إن قدرت، وإلا لم آمن الفتنة به على النصرانية. ففعل الملك ذلك، وعجل بتسريح أبي بكر، وبعث معه عدة من أسار المسلمين، ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى يصل إلى مأمنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.